أعلن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي عبر فيديو مصور من محطة الفضاء الدولية عن شراكة استراتيجية بين متحف المستقبل ومركز محمد بن راشد للفضاء بهدف تعزيز الشراكات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كواحدة من أفضل دول العالم في مختلف مجالات تصميم المستقبل واستكشاف الفضاء وتوظيف العلوم والتكنولوجيا والابتكار. جاء ذلك خلال الحفل السنوي الذي نظمه متحف المستقبل لتكريم الشركاء من الجهات الحكومية وكبرى الشركات العالمية بحضور معالي عمر بن سلطان العلم وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بين مركز محمد بن راشد للفضاء ومتحف المستقبل. معا نعمل يد بيد لتحقيق إنجازات جديدة وطموحات جديدة في التقنية والفضاء، ومعا نحقق المستحيل في دولة لا تعرف المستحيل. بنشوفكم على خير.